واه برنامجنا برنامج اجتماعي وساعات بيكون ديني، او غالبا يوم الاحد بيكون حلقاته دينيه، لكن ده ما يمنعش ان احنا عينينا دايما على المراه في كل مكان، سواء كانت بنت صغيره او في سن المراهقه او لما بتكبر او لما بتنضج او لما بتعجز. المرأة هي اللي عيني عليها أنا شخصيا، لو هتكلم عن نفسي فأنا بقول من القلب لقلبي لكل، من قلبي لقلب كل امرأة شايفانا دلوقتي. في رسائل كتير عايزة أقولها على مراحل برنامجي وعلى مراحل السنين اللي أنا فيها هنا في من القلب لقلب على الشاشة الجميلة، شاشة أم بي سي مصر 2. الحقيقة كل ما بنقرب من مناسبة ما بيبقى عيني دايما إيه الرسالة اللي ممكن نوصلها ليها. فبما أننا الأسبوع الجاي عيد الحب، فاحنا عايزين نقول رسائل كتير مهمة جدا، منها ان الحب مراحل ودرجات وشكله بيتغير. والسنة دي عايزين في من القلب القلب يعني نوجه الضوء او نسلط الضوء على الحب الناضج، الحب اللي بيكون بعد عشرة او بيكون بعد ما انا كبرت بالفعل وعرفت خلاص ومريت بتجارب كتير وعرفت يعني ايه حب حقيقي وازاي قلبي فعلا يرتاح ويحب لحد ويرتاح له ويسلمه بقيه عمره. الحب الحقيقي هو الحب اللي بيستمر، هو الحب اللي بيعيش، هو الحب اللي بيكتمل بالزواج وبيعيش ما بعد الزواج، وزي ما قلت له مراحل وله أشكال مختلفة فبيتطور. ممكن بقى تسموه رحمة، عشرة، مودة، بس في الحقيقة هو أيضا حب. وعشان كده أنا عشان أثبت الحكمة بتاعتي دي أو رأيي في الحب ده، فبدعوكم أنكم تضموا صوتكم لصوتي بالواقعية وبمنتهى الحقيقة الشديدة جدا المر بقصة حب حقيقية، قصة حب ناضجة، مش اتنين في سن صغير وحبوا بعض واتخطبوا واتجوزوا فدي دي قصة حب جميلة واكتملت بالجواز والف مبروك، بس احنا عايزين نشوفكم كمان 10 سنين، عايزين نشوفكم كمان 20 سنة، عايزين نشوفكم كمان 30 سنة. قصة الحب دي تطورت ازاي وتغيرت ازاي ومع استمراريتها، لكن خدت شكل او صورة مختلفة. فبدأوا مشاهدينا الكرام كل زوجين حابين ان هم يطلعوا معانا على من القلب القلب على شاشة ام بي سي مصر 2، ياريت تتواصلوا معانا عن طريق صفحة البرنامج، صفحة الفيسبوك من القلب القلب، ابعتوا لنا قصتكم الناضجة، قصة حب ناضجة مستمرة بإذن الله، وإيه بقى المراحل اللي مريتوا بيها من طلوع ونزول. دي حاجة الحقيقة هنبقى حابين جدا إن احنا نتعرف على قصتكم ونوصل الرسالة دي لكل المشاهدين ولكل الناس اللي شايفانا، إن الحب له أشكال مختلفة غير حب روميو وجولييت.